السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حارب، بيوتي بلوجر من الامارات دبي، حياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن مفضلات شهر يناير، يعني المنتجات اللي استخدمتها اكثر شيء في شهر يناير ووايد حبتنها. بعضها المنتجات جديدة وبعضها لا، مستخدمتنها من قبل، فتعالوا ياي اراويكم هاي المنتجات. برونزر من كلارنس ليميتد اديشن، هذا البرونزر وهذا شكله من داخل، لونه وايد حلو طبيعي. طبعا هو برونزر، مو ما يستخدم ككونتور، او انا بالنسبه لي بس استخدمه كبرونزر، يتوزع بسهوله باي فرشاه ممكن استخدمه وثابت طول اليوم. اي شادوات مطفيه من ميلت كوزمتيك، 4 اي شادوات شي شكله، هذا اول لون، هذا اللون الثاني، وهذا الثالث، وهذا اللون الأخير. في مجموعتين نزلوا، في ألوان شي شوي صارخة، في ألوان ناتشورال اللي هي هذه عندي، وايد حلوة هاي الشدوات. اشتريتها العام، مرات استخدمها ومرات لا، كنت طالبتنها من عند تاجرة من الانستغرام، بس هاي الفترة أو خلال شهر يناير استخدمتها وايد، ثباتها ممتاز. استخدمها عادة ببرايمر، نادر ما استخدم اي شادو بدون برايمر، وما تتكسر على الجفن، واللون قوي وايد بيجمنتد. ثالث شيء ايلاينر من ذا بان، وايد وايد حلو هالايلاينر، اسود قوي مركز، فرشاته وايد سهلة الرسمة الايلاينر. استخدمته من زمان ورديت السنة اشتريت منه ورديت حبيته من اول وجديد، وما اعرف ليش كنت موقفت انه ينباع في ستاندات ذا بان. روج من نارس اللي هو اللي انا حاطتنه اليوم، هذا روج وايد ناتشورال، في لمعة خفيفة، يرطب الشفايف شوي، ثباته حلو، ومن ارواج نارس اللي موجودة دايما عندهم، يعني مو بليمتد اديشن، اقدر استخدم الصبح المساء اي وقت، وايد وايد حلو. احس ان هاي الدرجة تناسب اغلب الوان البشرات. برايمر لوريال لومي، ما اعرف ايش كثر خلصت من هالبرايمر من قبل، وبعد عندي فيه من ستوك، وايد احب هذا البرايمر، يعطي نظارة شكل فريش شي حلو للفاونديشن. احيانا استخدمه بروحه واحيانا لا، اخلطه مع الفاونديشن اذا كان الفاونديشن شوي مات. موجود في ستاندات لوريال، واذا حابة تبين شوية نظارة في الفاونديشن انصحتش تحطين شوي من هذا البرايمر. من بوبي براون هايدريتنج اي كريم، هذا استخدمته قبل مو باول مره يعني استخدمه، بس طبعا استخدمت اشياء ثانيه، وهذا الشهر رديت اشتريته، اتذكرت كثر انا كنت حابتنه، وفعلا وايد ترطيبه حلو، يخلي منطقه تحت العين منتعشه سواء كنت حاطه ميك اب ولا لا. ولاحظت مع هالكريم يوم احط الكونسيلر يثبت اكثر وما يتكسر. موجود طبعا في محلات بوبي براون. واخر شيء هذا الكريم، موجود في الصيدليات، هالكريم تكلمت عنه قبل وايد، ميزته يصفي البشره، اذا عندك علامات حبوب او حتى حبوب تحت الجلد هذا وايد يخففها، طبعا مع الاستخدام، او استخدمه فتره ويوم يخلص استخدم اشياء ثانيه بس ارجع له، لان صراحه شفت تاثيره وايد حلو، وموجود في الصيدليات. وهذه كانت يا حلوات مفضلات شهر يناير، او المنتجات اللي استخدمتها اكثر شيء في شهر يناير. ان شاء الله استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسون اللايك والكومنت اذا عندكم اي استفسار، وبعد السبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.